الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اصبر لي شوية، تعب شنو نشد بلاصتي، أنا بنكمل كلمتين وانتم أحرار، تسمعوا ولا ما تسمعوش؟ يا ميمتي، ليلي يا ربي حن. يا ربي حن، اهلي يا ربي ترفق بينا وتلطف بينا، يا ربي حن، يا ربي حن. ليلي، ليلي، انتوا بتعرفوا توا ولا وقت تصير انتخابات من اجل السلطة، حب رئاسية او برلمانية او كونغرس، معناها يدخلوا فيها كبار الشياطين، فهمتني؟ وهذا الله عليه عجيل، الله سبحانه وتعالى الأمس ترأس المحكمة، رئيس المحكمة عندي صوتين مني إنسان جسدي ونوري في آن واحد، والله سبحانه وتعالى معناها المساعد الأيمن نور على نور معجزة الله سبحانه وتعالى، والمساعد الثاني على يساري هو محمد رسول الله آخر الأنبياء والرسل، فهمتني؟ في زيرو جي معناها على يساري. هذا باش نحب نقوله لكم، وبعث البايدن رئيس البيت الأبيض الأمريكانية هو الوحيد اللي بعث، يعني ما كنتش نظنه، مو تعرف واحد كي يخدم بالعاطفة، الله سبحانه وتعالى ما يخدمش بالعاطفة، ما يعرفش العاطفة، لأن الله هذاك سبحانه وتعالى الأعظم العظيمين، مالك الكون بأكمله، ألف على ألف، 100%، صانعه بالبحث العلمي، فهمني؟ بالبحث العلمي. واللي البحث العلمي تعتوي اللسان، وصل الإنسان الجسدي، اللي الجسد يتنفس ويأكل ويشرب في التواليت، موصولش قطرة من ماء من المحيطات والأدوية والأودية والبحر المتوسط والبحر الأحمر المحيط الهادي المحيط الأطلسي، وا 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 مش تعرفوا معناها إن مرقك ما تسبق شيء أمام الله سبحانه وتعالى. توا أنا قاعد أشوف انتخابات على فرنسا، هو الله سبحانه وتعالى باقتراح منه، وأنا بايدن رئيس البيت الأبيض الولايات المتحدة الأمريكية يكون الرئيس المباشر لديوان الله سبحانه وتعالى. طيب الله ما يترجعش، يلبى الطلب نتاعي، هو مش هو الاقتراح، لأن الله سبحانه وتعالى عشقني عشقا ككياتي ديسات إكس دبل زيروسات. وقت نقول لكم عشقني عشقا، تعرفوا معنى كلمة عشقني عشقا؟ على كل إنسان من جسد يأكل ويشرب، والواحد متعرض للأخطاء، عليه مش متعرض، متعرض يتعرض للأخطاء، عليه ما يتعرض مهما كان سيفة الإنسان، اللي ما الله باش يوريكم الدليل. أنا رضيت البايدن والإحفاد السبعة في فرنسا، ما حطيتش عالم العالمين، لكن أنا عملت وظيفة جديدة أكثر من بايدن مليارات المليارات المرات، الوظيفة اللي أخذها بايدن الرئيس المباشر لرئيس الديوان لله سبحانه وتعالى. وأنا العالم العالمين هي وقت انتخابات ويهاجموا فيه، ما في معناها كبار الشياطين يهاجموا معناها في العالم العالمين رئيس الجمهورية الفرنسية الحالي، وخاصة عاد حليفته ألمانيا عاد، فهمني؟ وبعض الدول معناها فهمني الشرقية
الاتحاد الاوروبي ومثم الغربيه، معناها فهمتي، وحب يعمل كجنرال ديغول لما فهمتي قال ما يساعدنيش الحل الفرنسي باش نكون عضو فيه قارن، فهمتي. انا مال الوظيفه مش ياخذها عالم العالمين رئيس الجمهوريه الفرنسيه الحالي، هو الرئيس الاعلى فوق الاعلى فوق الاعلى فوق الاعلى فوق الاعلى فوق الاعلى بالمليارات المليارات ملايين ملايين المليارات السنين مباشره لله سبحانه وتعالى لجميع دواوين الله سبحانه وتعالى. يعني ما كثرش من الوظيفه هذه، جميع الدواوين 1000 على 1000 100% بالدنيا والكون باكمله 1000 على 1000 والدنيا ومية في المية. وكالعادة معناها دريت ويستخلفوا، فهمني، من الأم وإلا من جوزته الحالية اللي يبيدها عالم عالمة السيدة الأولى تاع فرنسا عالم العلماء. وحتى دريته حتى كان عنده خيوة الرئيس الفرنسي الحالي عالم العلماء، عنده لازم يروح عنده خيوة، حب إناث ولا ذكور يدخلوا وراثيا يدخلوا المسؤولية هذه الأعلى، معناها مباشرة الأعلى فوق الأعلى فوق الأعلى فوق الأعلى فوق الأعلى فوق الأعلى بالمليارات والملايين المليارات السنين بدون توقيف الحساب لدواوين الله سبحانه وتعالى للكون بأكمله والدنيا بأكمله 1000 على 1000 و100 على 100. ومن هنا نكون قد ارتحت، أرضيت الله، الله رضى عليا، ونعرف الله باش يرضى عليا، فهمني، لا أكثر ولا أقل. ولا فايدة باش نكمل الكلام، لأن مش فايدة في الكلام، كما قاعد في بايدن نعمل ونهدد ونضرب وقص المعونة وعقوبات اقتصادية على بوتين ومدري شنو الكلام ياسر، وهو فهمتي أنت مدريش على روحك، فيق على نفسك، الغواصات اللي تحت دايرة بيك، غواصات معناها بلورية دايرة بيك، فيق على نفسك فيق، هوك بوتين يضرب داز عليك بالدم البارد. هوك يحدث بالقوات ويستنى فيك ايش باش تعمل انت. وهذاك ما نقول لكم، ونقول لك يا عالم العالمين، يا رئيس فرنسا الحالي، فهمتني، والسيدة الأولى اللي هي علمتك باش أصبحت عالم العالمين، ما يهمك حتى في شيء، شد في الله سبحانه وتعالى، شد في الله سبحانه وتعالى، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ملك لله سبحانه وتعالى 1000 على 1000 و100 على 100. لما يحين الوقت باش يوقع دمارها سيقع دمارها. وإلى اللقاء.